عبد الله، انا حسين الربيعي. في هذا الدرس سوف اشرح عن ستايل، يعني كيف تضع ستايل شيت فايل للبروجكت حتى تتحكم فيه او تتحكم في الظهور الخاص بروجكت. انا لو كان لدي هاي الكنترولر في هذه الميثود، ولدي هذه الفيو، ولدي هاي الشيرد اللي اوت التي يرثونها كل الصفحات، انا لو عملت ران لهذه الصفحة سوف يكون الصفحة الخاصة بسيطة جدا، مجرد يقول لك welcome from index او بهذا الشكل، هذه welcome to MVC وهي صفحة index اللي هي هذه. ما اريدها انا الان، اريد ان اضيف style sheet للصفحة. طبعا حتى تضيف style sheet للصفحة لابد لك ان تذهب الى tools في البداية وتقوم بتسجيل، تفتح package manager console وتقوم بانستال للمايكروسوفت دوت نت دوت ويب اوبتمايز. هذا معناته تحسين للويب اوبتمايز. عندما تعمل التنصيب يقوم بإضافة هذه الباكج الى البروجكت الخاص بك حتى تستخدمها. الان بعد ان ضاف هذه الباكج الى البروجكت الخاص بك، تقوم تذهب الى الاب دوت ستار وتقوم بإضافة نيو كلاس. لكن هذا الكلاس الجديد يكون اسمه، نضيف هنا كلاس ونضيف كلاس باندل كونفيج ونضيف اب. الآن بعد أن أضفنا الكلاس الباندل كونفيج، نقوم بإضافة هذه الميثود في داخلها. أنا جهزتها استغلالا للوقت. هذه الميثود هي تقوم بريجستر للملفات CSS. دعنا بالبداية قبل أن نقوم بريجستر ملفات CSS، دعنا نضيف هذه الأمور قبل أن نضيف هذا. الآن إحنا مجرد عملت هذه الباندل ريجستر. بعد أن عملت لها ريجستر أضيفها في صفحة الجلوبال، يعني أقول للبروجكت أن هناك فايل. عندما يعمل التطبيق لأول مرة أقول له هناك فايل يجب أن تحمله. الجلوبال فايل الذي هو سوف نشرحه بالتفصيل في الدرس اللاحق، هذا الابلكيشن دوت ستارت، هذا الحدث يتنفذ إيش؟ عندما يعمل الأول شخص يفتح التطبيق الخاص بك، أول شخص يفتح صفحة الويب. هنا يقوم ريجستر لبعض الأمور التي تراها أنت، التي منها register routes لهذا class route وغيرها. أنا فقط أضيف register المن، بعد أن أقوم بتسجيلها كل ما فعله الآن أريد أن أضيف صفحة CSS. بداية يجب أن أضيف folder ليكون اسم الفولدر content، ونضيف في داخل content ملف CSS new item على الستايل. في الستايل شيت لو جيت انا عرفت على سبيل المثال كلاس اسمه هيد، هذا الكلاس يمتاز بعدة ميزات اللي منها الباك جراوند الخاص به يكون بهذا اللون الاخضر، واضيف له بعض الميزات اللي تريدها انت. اي امر تريد ان تضيفه في هذا الكلاس قم باضافته. انا اضفت فقط هذا الامر، تستطيع ان تضيف امور اخرى. الآن خلاص هذا الكلاس أنا عرفته. الآن كيف أنا أستخدمه في البروجكت؟ يجب أن أضيف باندل كونفيج وأقوم بتسجيل الكلاس. الآن أنا أخبرت المعالج إنه يابا هذا الملف قم بتسجيله الموجود في داخل مجلد باندلز اللي هو هذا الملف. الآن مباشرة أذهب وأستخدمه في أي مكان بالبروجكت. أنا إذا أستخدمه في اللياب أسمي هذا الهيد. خلاص. حسنا الآن كل الذي أفعله فقط أضيف رندر للفولدر الموجود في الكلاس ستايل، فأقول system.web.optimize.style.render لهذا الفولدر حتى أستطيع أن أصل للستايلز الموجودة في هذا الفولدر. الآن فقط نفذ وأرى النتائج. انظر ستايل شيت. الآن دعنا نغير بعض الأمور بالستايل شيت. دعنا نغير الهاي الخاص بالدب، أقول له مثلا 200 بكسل. نذهب الآن فقط عمل رفرش. انظر